يحل عيد الأضحى علينا وفيه الكثير من المعاني التي تجعله أكثر من عيد، من رسالة من الله عز وجل لبني البشر. كلنا أبناء إبراهيم، أفراهام، هذه الشخصية التي توحد الإنسان لتكون له نموذجاً في القيم والأخلاق. فلا عجب أن تطلق على اتفاقيات السلام مع الأصدقاء العرب على اسمه، لتكون سيرته مثالاً توحدنا في نهجنا وعلاقتنا. عيد الأضحى ذو معاني من جدير نعيشها جميعاً لنحيا وفق إرادة العلي. إنه عيد تكبير، عيد رباني حيث لا مكان لكاس والتاس، عيد موصول الحبال مع الله، وهل يوجد أسمى من تعاليمه عز وجل؟ فلا عجب أن يطلق عليه عيد الحاج الأكبر. ومن هنا أتوجه لكل المحتفلين من مسلمين وموحدين، لا سيما جنود جيش الدفاع، بأسمى التهاني وتبركات. أعاده الله على الجميع بالخير والصحة وراحة البال، وكل عام وأنتم بألف خير.